ve buraya geldi. Gelir gelmez önce yetkililerden bilgi aldı yapılan çalışmalarla ilgili. Ardından da evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Kur'an-ı Kerim okuyor, dinliyoruz. Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in İhdina sıratal müstakîm صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم آمين YouTube kanalımıza abone olun.